صباح النور بس كيف حالك؟ يا هلا. كان عم يحكي لنا إيهاب قديه هذه الآلة الهاند بان جميلة وحلوة، وخصوصاً إذا كان الشخص قادر يحتويها لهذه الآلة ويحتويها ويطلع أحلى الأنغام. أكيد كان عم يحكي لي كثير عنها، بس نسمع لي أنت شو كيف. لا قبل ما يسمعنا شيء بدي تحكي لي كيف بلشت معك وكيف بتحس هاي الآلة. الهاند بان هي آلة فيني أقول لك يعني شغلة من السحر فيني لك. بالنسبة لي ما بعرف كيف الناس اللي شافوها، بس هي آلة موسيقية، هي آخر آلة فيني أقول أو أحدث آلة موسيقية نزلت ب 2011. آلة جمعت بين الإيقاع وبين النغم، فطلعت صوت غريب جميل جدا. كل ما يعني الشخص بيسمعه بيحس بحالة جديدة ما سمعها قبل مع أي آلة موسيقية أخرى. فما بعرف يعني. طيب أنس، أنت جربت مثلا تعزف من قبل على آلات وحسيت لازم تجرب شيء جديد، ولا لما نزلت هي هيك عطتك هذا الإلهام أنه تعال يلا عزفني؟ لا، هو صراحة أنا يعني قصتي مع الموسيقى صار لها كثير. أنا بعزف من عمر 9 سنوات ما شاء الله، وتخرجت من معهد، كنت بدرس إيقاع شرقي وتخرجت بعمر 13 سنة، بعدين درست عود، بعدين كملت على درامز وبيانو نوعاً ما يعني. زين بعرف فوت البيانو غلط هيك بالنص. سوري شو بتعمل؟ الآلة هاي فيها سلم موسيقي مثل الآلات الباقية؟ طبعاً طبعاً. هلا هي بتختلف، هي عبارة عن أوكتاف واحد من دو للدو أو من ري للري أو كذا. ما أنا يعني كيف بدي أقول لك، من حيث عدد العلامات ما فيها أو ما فيها الحرية مثل أي آلة موسيقية أخرى فيها كل الأوكتافات، لكن ميزة يعني هذا الشيء صحيح. هي ميزتها أنها سيمبل أكثر من أي آلة أخرى. ما فيها النص. كيف؟ نص. النص قصدك نص بيمول اللي هو الربع. هلا الربع التون هو بصراحة هي كانت يعني شيء عم يتحضر هلا، ما حدا عمله بالعالم بعد. عملت أوردر من حوالي 8 شهور، والآلة الجديدة اللي هي أول آلة رح تكون بالعالم هي رح تكون فيها ربع تون هي لإلي. من وين عم تعمل لها اوردر؟ هلا في صار اول شيء هي الآلة الأساسية اخترعت بسويسرا، لكن مع زيادة الطلب عليها صار في كثير ميكرز بالعالم بإيطاليا بإسبانيا بألمانيا بشكل عام. ايه يعني انتشرت هي الهاند بان، صارت آلة منتشرة جدا يعني بأوروبا لأنه هي من 2001 فصار لها فترة منيحة. طب هلا صار لازم نسمع معنا صح ولا لا؟ اكيد اكيد بتشرف. شو حتسمعنا؟ بتشرف. هلا هو صراحة الهاند بان قليل ما تقدر تقول عليه شيء شرقي. التجربة اللي عملتها انه عم بحاول انه تغرب الشرق. تماما تماما، قرب شرق الغربي. تماما. فنوعا ما يعني هيك تجربة جديدة ان شاء الله هيك بيعجبكم. بدك ساعدك بشي؟ لا رواق.
شاء الله. يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. حسيت فرقة كاملة. فرقة كاملة. ثانك يو ثانك يو. بتحس انه لازم مثلا هذه الآلة تكون لحالها كرمال تنسمعوا مثلا مثل يعني بحس قريب شوي للكونغا مثلا. او انه بدك معك آلة موسيقية تساعدك. او فرقة يمكن. او فرقة. والله بصراحة الهاند بان يعني جماليتها انه اخذت كذا ستايل. ما بالنسبة لي يعني حسيت انه كان في عنا إيفنتس بلبنان وبالأردن بسوريا وهون بشكل عام بجيسي كانتريز. كل مرة عزفت فيها مع حدا، مثلا عزفت مع عازف قانون، عزفت مع حدا بيعزف رباب جميل جدا، آلة أفغانية رائعة الرباب. كل ما بعزف مع حدا، عزفت مع فرقة جاز، كل ما بعزف مع حدا الآلة عم تتطبع بهالميوزك. فكتير عجبني هذا الموضوع أنه ما إلى ستايل معين وما إلى شيء، بالإضافة إلى أنه بعزف مع آلة الناي بمراكز يوغا وبأماكن هيك يعني بنيبال في بالي بالهند بجروبات تبع يوغا وتبع مديتيشن بشكل عام. فأنا نوعا ما متأقلم الآلة مع أغلب الأزواج. صراحة أنا كنت متخيلتها صعب كتير يمكن تتأقلم خصوصا مع الآلات الشرقية، مع العود القانون الآلات الوترية. حسيت يمكن شوي بعاد عن بعض. شوي، لكن هو بيختلف السكيل اللي كنا عم نحكي فيه أول شيء، أنه هو الشيء اللي عملته أنه قرب الـ 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 فعليا الميوزك أو السكيلات تبع الهاند بان للموسيقى الشرقية بشكل عام. هاي كانت شيء ما نستاهل بصراحة، أخذ مني دراسة كتير يعني. يعني وأنا حالياً 4 سنوات ببحث بآلة الهاند بان، وحالياً الأوفيشال تيتشر الوحيد بالميدل إيست للهاند بان. ما شاء الله عليك. فنوعاً ما أغلب وقتي بشكل يومي هي عبارة عن يعني تمرين وبحث لآلة الهاند بان بشكل عام. وهلأ حالياً صار عندي 13 آلة وفي عندي ستودنتس يعني وقصص هيك عم بشتغل. بس انا سمعت ان تم اختيارك بالمهرجان وورد فاشن فيستيفال اوورد. تمام. بس خبرنا كيف اختاروك لهذه خليل ياك. هلا هي كانت تجربة جميلة جدا. هو معرض ازياء عالمي بيشاركوا فيه، بيصير بمرتين بالسنة، مرة باوروبا ومرة بدبي. بأوروبا بحسب، أحيانا بيصير بباريس، أحيانا بيصير بميلانو. تماما. هو مهرجان عالمي معروف. تماما تماما. فالفكرة بيشاركوا أغلب الفاشن ديزاينرز. مثلا كان مشارك أرماني، كان روبرتو جافالي، كان مشارك أكثر من حدا. فالفكرة أنه هن جابوا، مو بس أنا اختاروني يعني، كان في عدة أشخاص موجودين. كان من ضمن اختيارهم الشخص اللي عم يعمل فكره جديده. يعني هلا حاليا نحن صرنا بزمن بحاجه لفكره جديده، بحاجه صحيح. ابداع ابتكار اكيد. فالفكره كان بدهم شيء بالاخص بمجال الفاشن بعد، يمكن هاي تماما هي لانه آلة يونيك صراحه، هيك الى طابع خاص ما بتشبه اي آلة اخرى. فهن كثير عجبتهم الفكره انه طالما نحن الايفنت بالميدل ايست وناس وعرب وهيك، فبدهم حدا جامع ثقافتين مع بعض. فتم اختياري لاني يعني حاولت اني اعمل هذا الشيء، والحمد لله كانت مشاركه جميله. وهلا في عنا بشهر 1 بميلانو كمان مع نفس المهرجان راح يكون لي فقره ان شاء الله. ما شاء الله عليك. حلو ما شاء الله عليك. بس شو حبيت تعزف لك؟ عزفت لهم عربي، الحان عربيه او في مقطوعه؟ في مقطوعه مؤلفها كان من تاليفي اسمها شجون، جمعت فيها ال فيني اقول لك الروح العربيه، لكن هي مقام مينور، مقام غربي تماما. فنوعا ما حسوا انه عم نسمع شيء لنا وغريب. شجعتنا نحن نسمع هذا منك عندك شغل. اي حاضر، بس رح اغير السكيل لو سمحت. فيها وزن هاي ولا تحس انها خفيفه؟ تقريبا منيح. خفيف الوزن. شو الوزن؟ منيح. بدك ساعدك؟ جيبها عندي دجاج. انا خايف يا اخي. ثقيله؟ سمي بسم الله. لا مش تقيل. طيب لي انا لا خلص. حسك حامل. انا بساعد، كنت من هناك. انا من حامل صحن فضائي. صحن فضائي. تمام تماما هيك. تعال هون نجيبهم. لا شكرا علي. شكرا. ثانك يو. شكرا لك. جاهزين؟ جاهزين. بس ليه غيرت؟ لانه هاي مقام مختلف. اوكي. مقام كل مختلف. مقام
مقال آلة؟ نعم نعم، كل آلة إلى مقام محدد وإلى علامة محددة. يعني مثلا حتى نفس المقام بحتاج لأكثر من هاند بان لأعزف المقطوعة كاملة. نعم تركيز نعم. عالي طبعا، بده تركيز طبعا بده يعني، لكن كله مع التمرين بيمشي. يلا تفضل. أوكي. حتى النهاية كانت حلوة، حسيتينا صارت آخر شيء سريعة. حسيت فعلاً وصلني هذا المزج بين الشرقي والغربي. بس أي منطقة بالآلة قدرت تعطيك صوت مختلف ولا بس الدوائر؟ لا هي فعلياً لما يصير فيها، لما يعملوا لها دوز على الآلة، هي ما بتكون نت 100% التون. يعني مثلاً خليني أقول فرضاً في تكنيك معين بقدر يعطي النص، مثل ما حكيت مثلاً هاي العلامة العادية ناتوريل. طبعاً لما أكون باستديو بسمع أوضح بكتير. هي العفق بالنسبة للعود، لما تعمل علامة وتعمل العفق يطلع معك. تعرف أنت عم بتضايق، تخيل لي لفترة أسألك إنه أو ليش أنت معزوفة لإلك ما بتكون بإحدى السديات الموجودة العالمية وطلع عبالي التشيل أوت ميوزك مثل المدبار أو غيره هون اللي بياخدوا من كذا محل وبيحطوهم. نعم. حدا من قبل أو عرضت أو حدا سمعك؟ لأنه
نفس الثيم عم نحكي تقريبا، اللي هي هاي الموسيقى اللي هي بتاخدك باليوغا والمحلات. حدا مره او حدا عرض عليك هذا الشيء؟ نعم، هلا في بالحقيقه في تواصل مع حدا بشركه انغامي، في البوم هو تقريبا صار يجهز اللي اسمه نبضات قلب او في هارت بيتس. الفكره انه عملت فيه الى الان هن 5 مقطوعات من تاليفي، ضل يعني انا حابب انه اعمله 7 أو 8 لسه ضل يعني، فعلى اساس انه بديسمبر ان شاء الله راح يصير في يعني عقد معهم ويعني يصير في شيء افضل يعني باذن الله. نتمنى لك كل التوفيق. كل الشكر، احنا كثير انبسطنا معك اليوم. كل الشكر، كل الشكر، اخذتنا على غير عالم. شكرا، غير دنيا. كل الشكر، نشكرك كثير كثير. ومع هيك بدنا نختم حلقتنا اليوم ونصور سناب للهاند بان، ختمها مسكا ما شاء الله. بتشرف معنا، راح نستعمل السكيل الاخير اللي بالعاده. ايوه، الطبق الفضائي الاخير. تمام، الطبق الفضائي الاخير اللي بنستعمله بالعاده لليوغا. ايوه، فهلا يعني راح تروح معي بمديتيشن اكثر شوي. يلا نستعد لك ايهاب مديتيشن. طير. هاي الهاند بان من برازيل، تستعمل اكثر شيء كانت السكيل اللي موجود فيه هو هارموني لل الناس القدامى اللي كانوا يعملوا مثل الطقوس وشغلات هيك، اصدقاء للبيئه اللي وكان يستخدموه يعني. هلا في حاليا على نفس السكيل شيء من العلاج للاعصاب حاليا، يعني في دراسات انه من ضمن الدراسات العلاج بالموسيقى دخلت هلا الهاند بان كآلة كثير منافسه جدا، لانه مميزه جدا تحديدا بمواضيع الاعصاب. هلا علاج اعصاب لا انتم مش بحاجه، بس هو جميل هيك الواحد دي. انت موسيقتك ما شاء الله تريح الاعصاب. كل الشكر، كل الشكر. طب يلا شو لازم نصور سنابات هلا؟ اوكي يلا استعدوا للسناب.